تعود إلينا قناة بي بي سي التي تتبجح بموضوعيتها، تعود لتواجه اتهاما جديدا من منظمة أثبتت بالأرقام وبطريقة لا تقبل التأويل لتنحاز هيئة الإذاعة البريطانية إلى نظام الأسد في تغطيتها الخبرية لكافة الأحداث الجارية في سوريا. تلك الإذاعة الممولة من جيوب دافعي الضرائب البريطانيين تضلل الشعب بأخبار كاذبة وتجعل الدم المسفوك في سوريا برقبة داعش والقاعدة. أما الأسد فلا تأتي على ذكره إلا في آخر المتن كالمتستر على فعل لا يريد إظهاره لأحد. فهل ينفع كشف الحقيقة في دفع هذه القناة إلى الحيادية والموضوعية؟ أم أن بوصلتها قد سرقت وتعطلت بشكل نهائي ولا يمكن أن يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول من هنا سوريا. وفي محورنا الثاني، ابتكر سوريا تطلق مشاريع فنية مبتكرة توثق حياة اللاجئ السوري في لبنان. أهلا بكم. قامت منظمة فكر وبناء بعمل بحث حول تغطية هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي للأحداث في سوريا خلال الربع الأخير من العام المنصرم، حيث تضمن البحث تحليل أكثر من 300 مقالة إخبارية، وتبين أن تغطية البي بي سي منحازة بشكل واضح لصالح نظام الأسد. مراسلنا جوان إبراهيم زار هذه المنظمة وأعد لنا التقرير التالي. اتهمت منظمة فكر وبناء هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالانحياز في تغطيتها الإخبارية لنظام الأسد، وأوضحت المنظمة أن تغطية بي بي سي للأحداث لا تعكس حجم الجرائم المرتكبة من قبل الأسد والميليشيات الأجنبية ضد المدنيين عندما تقارن مع الجرائم الأخرى المرتكبة داخل سوريا. نحن كنا متوقعين أنه يكون في انحياز بالعناوين يعني لصالح الأسد، بس اللي فاجأنا أكثر شيء هو استخدام اسم الأسد تحديدا بهي العناوين. فمن 309 مقالات كان في 8 مقالات تذكر اسم الأسد، وحتى هي المقالات يعني 8 من 309 هو لا شيء، بس حتى هدول 8 كانوا بيذكروا اسمه يعني بطريقة إيجابية، حتى مثلا يقولوا أنه قوات الأسد عم تعرض على قوات المعارضة لعبة فوتبول، يعني مثلا هيك هاد كان عنوان أحد التقارير. فما كان في أي تقرير بيربط اسمه مع أي شيء إجرامي. أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن البي بي سي تبتعد عن تحديد هوية الأسد أو روسيا كمرتكبين للجرائم في عناوين المادة الإخبارية، بينما يتم تحديد الهوية بشكل واضح عندما يكون تنظيم الدولة أو الفصائل المقاتلة هي المسؤولة عن الجرائم المذكورة في التقارير. بالنسبة للقصف مثلا اللي بيرتكبها نظام الأسد أو روسيا، شفنا أنه بعنوان التقارير أنه بس يذكروا الفاعلين 11% من هدول التقارير، ومعظم التقارير التانيات مثلا يحطون كأنه مجهول هو اللي ارتكب هذا القصف أو سوى هذا القصف. فيعني القارئ البريطاني ممكن هو يكون بباله أنه داعش أكتر شيء عم تقصف أو عم تدمر أو عم تعمل بسوريا، فالقارئ البريطاني هو ممكن يملأ هذا الفراغ بأنه داعش هي اللي قصفت مشفى أو داعش هي اللي عملت ارتكبت الجرائم يعني بحلب أو غير حلب. وبحسب التقرير، حتى المقالات التي ذكرت الأسد في عناوينها امتنعت عن ربطه بأي نشاط إجرامي بشكل مباشر، فهذا النمط المتعمد في التغطية يشوه التصور العام حول ما يجري في سوريا، وبالتالي يؤثر على الرأي العام حول الدور الذي يجب أن تقوم به المملكة المتحدة اتجاه الوضع في سوريا. الموضوع مو سذاجة، موضوع صفة إنسانية. الإنسان قادر أنه تغير أنت تصوراته عن الأحداث باستخدام الميديا، الأخبار، الوسائل الصحفية. فحتى لو إنسان كان ذكي، إذا كان في ضغط
عام في بالصحف والتلفزيونات، فهو بيغير تصوره عن الوضع من حيث لا يدري. إن أموال هذه المؤسسة تدفع من جيوب البريطانيين لكي تظهر لهم الحقيقة، ولكن للأسف كل ما فعلته بي بي سي بخصوص الملف السوري هو عكس ذلك تماما، فقد قلبت الحقيقة وحسنت وجه المجرم كما جاء في تقرير منظمة فكر وبناء. جوان إبراهيم، أورنت نيوز، مانشستر. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي جوناثان براون عضو حزب الديمقراطيين الأحرار من لندن، ودكتور محمد إسرب ناشط سوري من برادفورد. أهلا بكما معي إلى هنا سوريا. وأبدأ معك سيد جوناثان، يعني نحن اليوم بصدد الحديث عن مؤسسة إعلامية كانت تعتبر حتى وقت قريب يعني مدرسة في هذا المجال، لكنها اليوم تحولت إلى متهم بالانحياز إلى نظام قاتل ومجرم، ليس بحسب تصنيفنا نحن يعني كسوريين، إنما بحسب الحكومة البريطانية التي تنتمي إليها قناة البي بي سي. يعني ما أسباب ذلك برأيك، ومن يقف وراءها؟ هل سمعت سؤالي سيد جوناثان؟ يبدو أن لدينا تأخير قليل في الصوت معك. هل تسمعني سيد جوناثان؟ سأعود إليك بعد قليل سيدة جوناثان، ربما لدينا مشكلة تقنية بالصوت. وأرحب بدكتور محمد إسرب. مساء الخير دكتور. يعني نحن نريد الحديث اليوم عن هذه المؤسسة الإعلامية التي تعتبر مدرسة، يعني البي بي سي مدرسة في المجال الإعلامي، ولكنها نراها اليوم متحيزة لنظام الأسد، يعني وخاصة يعني بتصنيف ريبيلد المنظمة فكر وبناء. يعني ما أسباب ذلك برأيك؟ الحقيقة يعني مساء الخير أولا لك وللسادة المشاهدين، شكرا لاستضافتي على قناتكم. الحقيقة يعني كنا نحن في من الجالية السورية في بريطانيا وللفترة الماضية منذ بداية الثورة السورية، ونحن نلاحظ أن البي بي سي لا تقوم بالتغطية الكافية للثورة السورية، حيث أنها تتجنب ذكر الكثير من الأحداث التي يقوم بها أو الجرائم التي يقوم بها نظام الأسد، وحتى عندما تقوم بتغطية هذه الجرائم لا تقوم بتغطيتها بالشكل الواضح أو بالذكر الصريح للإسم. طبعا كنا دائما نعترض كلما قامت ب يعني وضع مقال لا نعتقد انه مناسب، كنا نعترض ونرسل اعتراضا للقناه، وكان ياتينا الرد بان القناه تقوم جاهده بمحاوله التغطيه بشكل حيادي. فهذه المره قامت منظمه فكر وبناء نعم، يعني كيف تمت هذه الدراسه دكتور محمد؟ يعني هل اعتمدت فقط على هذا العدد من المقالات؟ الدراسة تمت من قبل جمعية فكر وبناء، وتمت بشكل أكاديمي يعني بشكل أكاديمي واضح، فالدراسة كانت بشكل كامل حيادية، وقامت بدراسة 309 مقالات منشورة على الموقع البي بي سي، وقامت بالنظر إلى العناوين في هذه المقالات. فمن بين هذه المقالات، هذه 309 مقالات تتحدث عن الثورة في سوريا وعن الجرائم التي حدثت في سوريا. فمن بين 38
هجوم قامت به قوات الأسد أو القوات الموالية لها، تم نعم ذكر اسم الأسد في 4 عناوين فقط، بينما عندما كان الأمر يتعلق بداعش على سبيل المثال فتم ذكرهم 9 مرات في ال9 مقالات التي تم ذكرهم فيها، بينما المعارضة السورية 4 مرات من 5 مقالات تم ذكرهم فيها. فنلاحظ الفرق الكبير بين طريقة ذكر المقال، يعني ذكر اسم الأسد أو ذكر اسم المعارضة. طبعا بالنسبة للبريطانيين، الشخص البريطاني لا يقرأ عادة المقال بشكل كامل، نعم يعني أغلب الناس تقرأ فقط عنوان المقال وتستنتج من ذلك العنوان، ونتيجة لذلك نرى هذا يعني أن وجهة النظر العام البريطانية الآن لا تعكس ما يحدث في سوريا. فعندما قامت جمعية فكر وبناء وجمعية أصدقاء سوريا في كامبريدج على سبيل المثال بالذهاب إلى الناس وتسألهم هل تعلم ماذا يحدث في سوريا، أغلب الناس قالت إن داعش هناك موجودة في سوريا، أغلب الناس لا تعرف ماذا يحدث في سوريا نتيجة هذا الأسلوب في التغطية للأسف. هل تعتقد يعني أن زخم نقل أحداث الثورة السورية بشكل عام أصبح قليلا في وسائل الإعلام البريطانية مقارنة أكيد بالفترة الأولى، ولهل يعني لهذا السبب أصبح أسهل تشويه الحقيقة، خصوصا يعني أننا أمام وسائل عدة لا يمكن ضبطها جميعا؟ الحقيقة هو أن يعني ذكر سوريا في وسائل الإعلام البريطانية والأجنبية عموما يختلف من فترة لأخرى، فكلما حدث أمر مروع أو حدثت جريمة كبيرة تسمع ترى وسائل الإعلام تغطي هذا الحدث. فمثلا عندما يعني حدثت وفاة الطفل غرقا، طفل إيلان غرقا على شواطئ البحر باتجاه أوروبا، فتمت التغطية بشكل كبير عند ذلك. أو عندما سقطت حلب بيد النظام والمجازر التي تلت ذلك، تم التغطية ذلك بشكل كافي على وسائل الإعلام البريطانية. وسائل الإعلام البريطانية تذكر الأخبار عندما يحدث شيء كبير، ولكن في الفترات التالية نعم يعني تحدث القضية السورية تأخذ يعني المقعد الخلفي نعم كما يقولون. أنتقل مجددا إلى ضيفي جوناثان براون. مساء الخير سيد جوناثان، هل تسمعني الآن؟ Good evening, I can hear you. أهلا بك معي إلى هنا سوريا، وسنبدأ معك بالحديث سيد جوناثان عن المؤسسة الإعلامية البي بي سي، يعني التي تعتبر يعني مدرسة في مجال الإعلام، ولكنها اليوم تحولت إلى متهم بالانحياز إلى نظام قاتل ومجرم، ليس بحسب تصنيفنا إنما بحسب الحكومة البريطانية التي تنتمي إليها قناة البي بي سي. ما أسباب ذلك برأيك ومن يقف وراءها؟ Well, I think the report by the Rethink Rebuild Society is very fair in that its accusations are quite specific. Not that the BBC is taking a side in the war. لا يقول أن البي بي سي كان لديها انحياز في التغطية، بل أنها تعاني منها المحطات الإعلامية الأخرى البريطانية، والتي هي عدم وضع الأرقام والأحداث ضمن موضوع أو ضمن الموضوعية ليتم فهمها بشكل صحيح، وربما هذه هي المشكلة التي تعاني منها البي بي سي. طيب سيد جوناثان، يعني هناك دراسات كثيرة تقول بأن ما يشد القارئ هو عنوان المقالة، وكما ظهر في الدراسة بأن البي بي سي استفادت من هذه النقطة، وأنت تحدثت عن هذه المشكلة، يعني حتى في المقالات التي ذكرت فيها اعتداءات الأسد أو روسيا في الفترة الأخيرة، يعني تحدثت في الفقرات الأخيرة من هذا المقال، يعني هل تعتقد أن البي بي سي تفعل ذلك عمداً؟ I don't think it's done on purpose. لا أظن أن ذلك يحدث عمدا، ولكنني أظن أنها ربما هي نوع من الإهمال الإعلامي من طرف صحفيين معينين،
وهذه مشكلة يعاني منها العديد من الصحفيين الذين يغطون الأحداث التي تحدث في سوريا. بسبب ربما تعقيد ما يحدث في الأحداث التي تحدث في سوريا، هنالك نوع من الارتباك في وضع المعلومات في نطاقها الصحيح عند هذه التغطية الإعلامية. يعني أنت تحدثت سيدة جوناثان، يعني ليس فقط البي بي سي تعاني من هذه المشاكل، إنما وسائل أعلام أخرى. يعني لصالح من إذن تغطي هذه القنوات إذا كانت الحكومة البريطانية تقف إلى جانب الشعب السوري؟ البي بي سي ربما يتم وضعها في معيار أكبر من المحطات الإعلامية الأخرى. نعم. طب لماذا يختلفون إذن يعني عن نهج الحكومة البريطانية؟ يعني الحكومة البريطانية اليوم وبتصريحات الوزراء يعني كلهم ينددون بجرائم بشار الأسد. Well, the BBC is independent of the British government. BBC هي منفصلة عن الحكومة البريطانية. British government has some control over BBC funding, for example, and the funding rules. وربما هنالك نوع من سوء الفهم عن دور الحكومة في دعم قناة البي بي سي، وأظن أن الإشكال يقع هنا في هذه النقطة. يعني برأيك لماذا وصلنا إذن إلى هذه الدرجة من التناقض؟ هل لك أن تلخص لنا يعني الأسباب؟ Sorry, could you repeat that question? يعني نريد أن نتحدث معك عن التناقض بين الموقفين، موقف الحكومة وموقف الأعلام البريطاني المتناقض. بطريقة ما هما ليس مختلفين عن بعضهم البعض، لأن التغطية الإعلامية التي تقوم بها البي بي سي هي بذاتها فيها نوع من الارتباك. ولكن موقف الحكومة البريطانية لا يجب أن يكون واضح من تغطية محطة مخصصة في من محطاتها الإعلامية. وطبعا قد قدمت الحكومة البريطانية مساعدات كبيرة للشعب السوري في ظل ما يحدث. وتقوم قناة بي بي سي في تغطيتها بمحاولة فصل وعزل أحداث التي تحدث ووضعها في نطاقاتها الصحيحة، ولكن ربما لا تنجح في فعل ذلك في كل الأوقات. والتحاليل التي يقوم بها صحفيو المحطة ربما تفتقر بعض من الموضوعية. يعني حضرتك سيد جوناثان تحدث عن تغطية البي بي سي، نحن نريد أن نعرف يعني ما هي المعايير التي تتبعها البي بي سي اليوم لتغطية الملف السوري؟ وأنت تعرف يعني أنه ملف معقد. أظن أن المشكلة هي أن البي بي سي تحاول أن تصل إلى مستوى الموضوعية التي يعرفها بها العالم، والتي هي تتمثل في تغطية الأحداث كما تقع من دون
أو ربما وضعها في نطاقات منعزلة وترك مجال فهم هذه الأحداث للقارئ أو المستمع. As a one-off example, that might not matter too much. But when it happens over and over again, it builds up. عدم أو ربما عدم جدوى هذا النطاق من التغطية. For example, the BBC will spend, as other people will spend time covering the atrocities committed by ISIS or Daesh. أو أنها سوف تقوم بتغطية أحداث ربما معزولة عن نطاقها ولتترك مجال استنتاج أو فهم. معنى هذه الأحداث للقارئ ومن ناحية فإن ذلك يعطيها نوع من الموضوعية ولكن من ناحية أخرى ربما يشكل نوع من الارتباك للقارئ أو للمستمع. تماما، يعني البي بي سي تضلل الشعب البريطاني قبل أن تضلل الشعب في الشرق الأوسط أو متابعيها في الشرق الأوسط. I think so. Not deliberately. أظن أن هذا ذلك صحيح. ربما ليس بشكل متعمد. نعم. وليس من افتقار لمعايير الصحافة الموضوعية الصحيحة، ولكن من رغبة لتغطية أو تزويد القارئ أو المستمع بالأحداث الصحيحة كما وقت حدوثها وبكيفية حدوثها. وأظن أن هنالك نرى الآن انتشار كبير للصحافة المعزولة أو الصحافة المستقلة التي انتشرت حول العالم والتي ربما توجه وتعطي أو تطبق هذا النهج في التغطية لكي تترك للمشاهد أو للمستمع مجال استنتاج مدى الأحداث. يعني من الصعب ضبط هذا الإعلام لتعدد مصادره. أشكرك جوناثان براون عضو حزب الديمقراطيين الأحرار على مداخلتك معنا من لندن. وأعود إلى ضيفي دكتور محمد أسرب. يعني منظمة فكر وبناء يلي هي Rethink Rebuild Society يعني تعمل على الحفاظ على حقوق المجتمع البريطاني السوري من حيث التمثيل والاحترام والاندماج في المجتمع البريطاني. برأيك هل أثر هذا يعني تضليل الخبر المنقول من البي بي سي على الشعب؟ بريطاني تأثير على الشعب البريطاني أم على الشعب البريطاني؟ نعم طبعا، هي يعني نحن نلاحظ الآن كما قلت لك منذ قليل عندما قامت جمعية فكر وبناء وجمعية أخرى هي جمعية أصدقاء سوريا في كامبريدج، عندما قاموا بالنزول إلى الشارع وسؤال الناس في الشارع يعني بطريقة التي نراها على اليوتيوب دائما عندما تستفتي الناس بالمايكروفون، فيسألون الناس هل تعرف ماذا يحدث في سوريا؟ فأغلب الناس كانت تجيب نعم هناك داعش في سوريا أو داعش تقوم بقتل الناس في سوريا. معظم الناس لا تعرف ماذا يحدث في سوريا أو ما الجرائم التي يقوم حجم الجرائم التي يقوم بها نظام الأسد أو النظام الروسي نتيجة لذلك. فتركيز الإعلام الكبير على داعش وعلى الإرهاب القادم من الشرق الأوسط هو الذي يخيف الناس بهذا الشكل، وكمان أيضا أثر على رأي الناس في موضوع الهجرة، فعندما نراهم العداء الكبير للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط أزول. يعني ضيفي جوناثان براون قال ان يعني مشكله البي بي سي ليست يعني القناه الوحيده التي تعاني من المشاكل، ولكن قنوات اذاعيه اخرى يعني لديها نفس المشاكل. دكتور محمد، طبعا هذا الكلام صحيح، وافق تماما السيد براون على ذلك. طبعا عندما حتى يعني اعطيك مثال بسيط، عندما قامت جمعيه فكر وبناء بارسال هذا التقرير للبي بي سي وبقيه المحطات الاذاعيه البريطانيه يعني التي عاده ننشر فيها كثير من المقالات، امتنعت كل هذه الوسائل
الإعلام عن نشر هذا المقال، لا أدري امتنعت يعني لغاية أو لغير ذلك، ولكن امتنعوا عن نشره بينما قامت بنشره وسائل الإعلام العربية فقط على سبيل المثال. حتى عندما قمنا بإرسال هذا التقرير للبي بي سي تم إرساله الأسبوع الماضي وطلبنا منهم نشره فلم ينشروه، ثم طلبنا منهم رد على هذا التقرير، وحتى الآن لمدة أسبوع لم نحصل على رد من البي بي سي. طبعا أنا لا أقول أننا لن نحصل على رد منهم، ولكن حتى الآن لم نحصل على رد منهم خلال أسبوع. نعم، شكرا لك على المداخلة دكتور محمد إسرب ناشط سوري، كنت معنا من براتفورد. هنا سوريا مستمر بعد هذا الفاصل القصير. ابتكر سوريا تطلق مشاريع فنية مبتكرة توثق حياة اللاجئ السوري في لبنان.